بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انت وعن او راكسان دا وضيالي دي الله انت باه مال والبؤى جوكتار وعد نقضى ورئيسان وحينو هو ذا اذن كلنا هاي قلب وراكسان كنا سوى لوادا برامج كإسلام كي بلشدة او حيليا داني وكلم مركز ستوسع دوغرا سعطان تي فيقا قرنكا حرون تالحي وكلية هاي مقالة المقدشو برامج كانو سساعة حصوص وعدها دو ايباها ودا لمركا وانو اقول هذا ان شاء الله تعالى سيدا عادد إنه أهل ترتيبه كل موضوع إنه قصة قاضنا موضوع ديني أه وإن سلنا هاي برشة صومالية وحوين أي مركز كفاءة إذا كان قربتنا عوانك وحو قصة بسيه هاي حجك أهمية دي سيء فضل جا مركز أولي هاي أي موضوع إنه قصة بسيه هاي ربي أجر يا حسنات أنا سوكو بكن الله كسيو برامج كوحين للجوجا ونقل قيب قرية فضيلة الشيخ بشير أحمد سلاط ومركز أه مدومية هاي دع علماء الصومالية فضيلة الشيخ قصة له برامج كإسلام كي برشة أذن كعلماء هان سيد عادة إنه هان ترتيبة موضوع إنتان أودا دقين أما دلوع ديسا إنتان أوجد قرين وحينو كهر مريجرنا أسبابها كان أي موضوع كان إنا الدورة تانا معك هذا شان محيدين كل اللي يحلق بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت موضوع أنا صقة حنوق هذا الناي أم أضهر الناي عد وقتي سوى للجوجا حج كمرك الأذي لها هي اللقلي بليه حج ك هي الوجه لا مرك ما دام حج كد وقتي سوى للجوجا أنت كمسلمين تواصل مع ليد معلومات الحج ك حوقة لوع العلي إنك صدها مرت هذا كور أنك هذا الناي سنوات كيوهرة سنة كيو حل مرت تقريبا لقاه الله مرك إن ذلك الحصوص يحجك ولو له رجليه وفضل جيس لقى هذا الله وواحد لحري الأحكام تيس حتى لقى هذا الله صيغة في مصر كار سواء لحجنا يا حجك سواء أنصحه وحاصل ربا ما رنت يا نقول بحجنا إنهم الموضوع عن صدر إنه نوع ما رت عن مركع عن وعي قرينه ساقرين نسينا ما رت وقت اللي لها أفضل العلم علم الحال وهاي علم هو فضل بدن أما هو واجب سن علمك مركز تاغن اما باهيس اي تاغن تاغن مركز قفك مسلمك دين تاغن ديما بران كرا لكن مركز تا ويران شغاد او قوان هايو ايوها مركز كسو فوضي الشي انو فهمو عن علم او يشو باسك اللو باهن يهي علمدونا وحنو عاسا او دوك ما ركتا سو وجهي اما ساعدة استاغن اما باهيس اي مخطو إنه كهالله أنا ما أركت عمل نفته ذا حقبة الأولية. أدي أدوا سلا شكت فضيلة الشيخ أسبابها هدي إنه كني ما إنه وقت كان مدام أعماشي حجكو ما حجك حلق للجدر له أنا أي وحير أي كهر سيهين ما يسلويهين لو نبى أي غفك حجك إنه وحبلا وكاو هذا الأحكامته مرة روح نقول يصير إن مكان هذا أما هلكو وكجرو دين الإسلام كا إيه أهميتي أوليه؟ هذا سؤال في عن ويان دينتي أنا كريم كا أم دينتي أنا فضل قبضان ومقدس كأي وحال الصميان عبادوي كا عبادك استا درجة ذي ذي مكان ذي ذا أيه رنت حد يسا وحال إس أمري عن واجبات بأوك ربحان وحال إس كمارك عن مستحبات وحال إس كريبي حيال محرمات بأوك ربحان وحال إس كمكروه هذا برك عملك استا للصميان أما لقيت تجاهيه الدرجة دي سي مكانة دي سي وحق ويهي دين تنويش يكتاه مركا حاجة بعدا والله سمينا يو والله سأمري مكانة دي ودين تأكله يهي يميش أكاكتشرو إلا أغادة وامهم سمركا الله سمينا يقفكو مكانة دي أسمارت وقلبي جيس أصوك الشضو مكانة دي أكو بحس قفكي إنو مركا ومالكي هرو ووقتي هرو وددالة مارت مركا هاي حاجة مركا وحاوه يسأل سعونو أو معروف كأه أركان الإسلام كشنطة أيو كم بدي هاي أما ركن كشنات أي لو تلماما دين تيون تير بيلا ذا لو يقانو أركان الإسلام مرك أركان الإسلام كاس أيو حاجو كم بدي هاي ومعناه ذو يهاي قفك إله هو كان سمي ومسلم كأهي وحيالا هو كان سنكيس إسلام مدي ستير رؤه أي أجرة أي قلت أغنت هاي وأشهادتين كا صلاة زكاة صوم كي حج كويا تنقل القرآن الكريم كا الله سبحانه وتعالى حكوا عضينا يا إن ذلك حج لقربه
وحجك وياي وح إلهي نولي هاي كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ضدك إلهي وكله هاي وضدك وكله هو واجب ضدك وقه إلهي أنا درتي سوقه البيت كإلهي لو قصده ولا حجيه خفك أولا لو ضر أدام حجك ويا ميل فوق الآذى هيو وما ركت وعكس صدعي كران أي سيقار وحل وحصو هيا قفك أودا مرق حجك عيدا سلو الشيغي وعكو لو الشيغي حديثك تلمام هيا أركان إسلامك وحديث متفق عليه أه ولقى ورين هيو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وحدين تلقوا لسي أما إسلامك كتاني هيشن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة ويان أما توحيدك وإقام الصلاة صلاة الأوغو وإيتاء الزكاة كذا أو ربحيه وصوم رمضان رمضان أو صومه إيو وحج البيت أما الحج وصوم رمضان مالك حجك يصومك أيال إلى متك أفره كان نشن وي أضوح ورواياتك ويستوم ويكريد سيمارت ويان مالك يعني حجك أصيقا وفرض وأركان إسلامك بكم ذي هاي فرض كريمة أركان إسلامك أي كجرة قرط الله فرض إلى سنك الواجبي ورسو خلافة الله غربة إلى سنك الحد أيام حانكور الله فرض إلى جريدة جريدة قال إلي ما يسنك السجالات أيام أرض الله حانكور الله فرض إلى تكلم على جهد الله قد شد حاجكو أما وجبني مذيسو دق دق مياه ومرك كوباد وأتانس هشيد وإنا أدى وذيب الأمر يكرميا بس هذا أول ذا أي أذيب لي كرتايو ورانك كرتا مثلا نصنع كلا أي حاجة دونا رنتي إيه عرمه بضيهين إن أي سواجب أهين إن حاجة إسلام مرك أصبع وخافك دون غالي خافك هذا أهي خافك إنه حاجة ذيب لي كره أي ما أرتاح رنتي موجيان أنا عين أدري الشذان نبي قال صلى الله عليه وسلم حجك يلا فرض يا لسنتك اللي حد وهجري جاها أما سنتك السجارة الله فرض يا لي نبي صلى الله عليه وسلم سر مرك يا مبحين أو حجي سنة ولاد مار سنة عاشرة بوحجي النبي صلى الله عليه وسلم سنتك يكون رجل دن مار عن صحابه ذو حجك إسك هذا هين وصلك التضواد يسمك السديدات يكذا كذا يمحك السجارة وهو والله باو واتي أو بكر يمارث منتي أي إيه هو جاي من صحابة ديو وضرب حذية بدن كود بعدين وصل عصر حجك وسن آذنه ومدينة وشوي مركا أدب ودكت مركا هو واجب لكن واجب سيكوت المامان واجب على التراخي بمعنى واجب دبل قشة أقبلها يوية واجب على الفورة ما هوها ساس بقى مارت مارت بقى لو بضيه هاي عندك واجب أيوه خوفك مصنكا أو مارت الب عن عن مارت ده مكلف كاه أما بالغ العاقل اللي يراه أودنا أوله بكو أجيبه إياه بمعنى قال كوا أجيب ما هيو قف مسلمه هو مارت أن بالغ أهيه كوا أجيب ما هيو لكن هدو حجيو كان صحيح صح مسلم كان بالغ أهين هدو حجيو وكان صحيح لكن مركو بالغه إنه سوء الشه أيا لقرب قفك أود ولا مركع هذا شرط كلويان وين ولا هي أود أود أصله حقدرا صهيدا أي واحد الراعة هي الزاد والراحلة زاد كأي صهيدا أي أمه مسن ما أعرف ما كل إلهه هذا أتقان الصفر مركع هذا هي قفك إنه صهيدا هيستو وحول راعة هيستو بالو بهنية وأفضل شيء قاعد هيسن لوجه لأرن ما هي قلت ما هي هذا لوتو شيء سهل الماء حتى كساس وكله يعني أمهلك هالمر أيكو واجبهية والله قارب إني حتى سيد وحي وحي هالمر كبضا واسكس النووية وأجر بس أيون غنية لكن حتى كوا هالمر أيو سنة كي واجبهية معناه إيش يعني هكذا عمره يقولن هالمر أيو واجبهية إلى قارب أوفه مصنكا ومصن عاقلة أو بالغة مكلفة أود نقوله بركات دي أوفك أود أقول الله يا أصلي ما أردي لا مخربه. مركا أريما عصير درجة داس أي حاجك ولاي هاي وجرتها نبي صلى الله عليه وسلم حديث ونورد الدار ماي أما ما عرفت ونقول بورنا إياه إن حاجك لو دق دقه معايا لي
حماس بدري كرا وما أرتي عن حولها كلها فكرة إيه محن كرا وحي أذرع العدبة لواي كرا ظروف أس بدري كرا أملي حمان كرا حنوم بايمان كرا مركو حاول يقف إنه ما أركتي هذه لا وكان السيابة إنه بحوي يكون في عنده مركو أنا هسكسو كوب كرنا حتى كم كان ذي ساء ودين الإسلام كأكوبية فضائشة أولية هي حجك هذه ناتي كنت أديت واحد قصة أنا أمرت فضل بليين، فضل ونحكي حرية هاي شيء ما أرد الدرجة دي أنت أكلية هاي، أي فضل جسنا ولا مديح، وصار هذا فضل جي هذا واتن المهم أي تاي، سواء كفضل جيس زكاة فضل جذا محايا لي أركان الإسلام كقول لي ما هذا وهو حوين، مركا قفي كتر أنا ذنب وين بقول عيا، قف كل لي ما هذا أنا أجر بدن أيوه كهلية. أيو كهلا هي مركا حجك الحجية وعمل وين وقيمة له ولذلك فضل فربضان يماركتي أجر فربضان أيا لقو بلان قاضي نبقى صلى الله عليه وسلم عن حديث متفق عليه ولقو ورين أيو أبي هريرة نبقى صلى الله عليه وسلم أيا بحل ويدي أي الأعمال أفضل أعماش أن صمينا إنه وطاع أضعه وإله سبحانه وتعالى لو دوان ايه كيف افضل بضان قال صلى الله عليه وسلم ايمان بالله ورسوله اذا سبحانه وتعالى وذكره ايه يا رسول كيس بمعنى ايمانك اي عماشا ولن هو فضل بضان هاي اللي يرد لي يقول لها وهي غفا ايمان لهين المسلم هاي مو شيء هي وحكى سيما هي مرك ايمانك تنقل وحديثك فهم هي ايمانك انه كم بدي عماش عايز اشو حيعيد اي العمل افضل اما اي العمل افضل مرك ايمان بالله مرك اللي يروح ويان ايمان كذا سبحانه وتعالى الرومية ورسول كيسه صلى الله عليه وسلم للرومية وعمل وي مرك تصل مجنسة اعماشه قهر وي مقتا وعن حمله هنا عن مغضة ايان كقبرنا هنا قهر غلبك ايي كجيران وايمانكو هل هو دواقه صح لكن مش ودقة هي ومعتبر كأي وقلبي ويان برمسيد مرلو ساعة صحيح ما عرفتي ما شو حفظ لبضان الإيمان بالله ورسوله قيل وعلي ثم ماذا محاكو حيقة قال صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله باكو حيقة قيل وعلي محاكو حيقة قال وحيه صلى الله عليه وسلم حج مبرور حج مبرور بمعنى حج سفي عن لوقتي والنظيف وواحد محاك ونسقان هاي سنجلينين أي حج مبرور لي رها مركا حج لا أقبلي وسيدي لو ترجع له سميي وقفقي سميي ما عرفت سفي عن وجودي حج كانوا عاص أيك وحجة تبرم يزيد مركا صدق هذا الرجل إيمانك يجهد في سبيل الله يحج المبرور صدق هذا الشيء أي لسك حجية أما قاروح إلى هان بدنا جهادك يحجك أي ملاقى الكسر محيلي والله عمل ونفتو أي لبسان إيسو ولذلك حجكو إنو جهادي هاي باقوصو أرورتي حديثة غاركيد حايا لو فمركو بحا هايو لباتادو لكل ما هايو باهيدو لكل ميكرو مسافادة أوفوق كوليلكا وحاصو لهمتي دو قفكي تغيبا قرانا إياه حوايا وانو محاكو لجهاد أو كلاوي انتظيو مارد يعني سكيار آريسة يعني هلينين تشيف كيو سكعليري وقرم يسيد وضد أمر يسيد أيضا عريرية حتى مسؤوليه يوسقالتي حتى أسك عريرية ما كان نقول أرق ونروش هذا عادي يكب حسن يا جليسة مركز دار بك على بعض أنت هاي ولذلك حد كل نوع من الجهاد أو كل نوع هاي بلا فهم هي حديث قاركيد هنا صلى الله عليه وسلم ونوش يغي وعكم حديثة تلمامة يسافضلك أولي هاي حجه نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة أي كل هي العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما عمرة عمرة كانت الجارة إذا أقول حيسة أي الأقول عفا قفوا عمرة استي صن كانوا عمرة صن دونا مثلا بقى أنت أقول حيسة أي الأقول عفا يا والحج المبرور حجك كصحضة أو الأقول بهر السمية أو سيف عن الأقول تنا ليس له جزاء إلا الجنة. إيه أمارك سماها إلا جنة معها.
كنت وحوي مارد عقفك إنه حجية وحج فعل حجية ومرك حج كاس وكوه له جنة إله سبحانه وتعالى لكن وإن حج كأجو هذا الحج المبرور ومعناه تاي حج كأندم بيو سنجلين ومارد النسخان تو سنجلين أيها اللوجي ذا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم حنوت المام يا إن يعني حج كالغرة في الذنوب أيضا إلى غف ونغنية سيقف حال الشيء أوكله وتحديث كها من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وفك حجية وأفحم عن سمين وفسق عن سمين بمعنى أخلاق وناكسا طاعة وناكسا عبادة وناكسا قتي وحجك كيلاني وحكستو نسقان قرينايا وربو قيسانايا وحصوا هذان وحافك الله هضله وهذا لك حونه هذا وحياله كل ده كله ما أعرف فعل أهان لا سمي ما فعل هذين خوف كيسان سمي أو حج كيس ما حج في عن حجية خوف كاسي وصل نغنى يا ذنوب تتكسر نغنى يا سيد غف إيه لا شيء أما ما أنتي ولا شيء أو كله بغف كصل نغنى يا سوا هاي مقرد تكور غف أنت أصلا نولا وأنت أصلا حياله سمي وأنت أصلا شيء له غري بعد أكرته إن وما أردته له فرصة إن لقد يقول سير أبي قانه يعني حالي دلي أو كله قف حالي للشيء أما هذا للشيء أو كله وما أردته بعد دم بيان لهين بل ما أردته طاع عضله وواحد لقاته تري يا طاع عضه ما هنا بعد دم بيجي بركة الذنوب تي بلا قاعد عفها يا ومعنى هذا لكن وناجي أسمي سي خير كأسمي سي وكوي الله أعماش إلهي نفري وحفظ البضن إيمانك جهادك حجكنا ونمرك الصدح حظ الأوران كرا كانوا يسيد كانوا تشيء سهل معها الحديث ثلاثة المام يساء فضلك حجك أوليه إن شاء الله تعالى واحد قال كه داود يلا أولي واحد داور يساء أن برامج كإسلام كأيو بالشدة حجك أميد أوليه هي فضلك يساء يعني مركا وضوعنا وكساب سيئة هي فضيلة الشيخ قيبيه ودن بي أيان مركا أيان مرينا مركا نهدي أنو نمان مقصودك أما وجدوينك أن حاجك ويدروس إيمانك هجرة دي عدي وانصاص رونتي واحكا صدين تو أن أمرتي أيضا دي أتر ليه الأيو هدنا مكان الأمر هايو وحيالو ما عركت يعني لغا فائدي سنة أيو وغفك إيمانيات كيسا يألك حنان تيسا كبعنا أيه أيه كجرة قرمس مركا حجك هو أرق ما أركته وعبادة فضل بضن وعبادة كم من أركان الإسلام كا والله السمين هي لكن ما كل السمين هي وحيا لها ما أركت إيمان كا كردين هي أما لو لقى صدي إن إيمان كان كرديان وحجك ما أركت ونقص سامي وحجك أن كبرنا وحجك أن تصارين هي إلا فهم له بهني هي ومركا أجدوني حجك حيالها أصبح قلبي على صوم برينا يسا سيأو تلقى الشد وقلبي أخفي يسا رضا مارتا حاجك لقو أمري ساسبا لولوجيا دي وحاسب كبرا هاي وحاسب كوت الماما هاي تلو قلبي على محاق علي وهذا الاستراع والدكو وحا كم إذا دولوس حا دولوس تي عشر هذا إيماني أما التربية دي إيماني وحاجك نبرا يوحويا وتعظيم الله سبحانه وتعالى بتعظيم شعائره إلى سبحانه وتعالى لو وينين أيه أيضا لو وينين أيه وح إلى هي شعائرتي سحلامات كإلى هي وسمايستي وإلى هي ما ركت ذلك أمر إني موجيان وإن أسرع أدون لو يهي على ما ضوءه إلا سمايو لو وين أيه بارق بالله وحيا هيا لي أقول كستا أقف كستا وح حرمي يا جرة مر وح إلى هي وحرمي أما إلهي دينتي سعلامة وه أما عبادتي سعلامة وه وإلهي نو أستيي
وحاصو ماذا لا أقبله لو وينيه بحثوا نبريا ومثلا إن يعني أنت لقيت قدر كاجي عن ملك الأديد مش هذا يسيد إن ملك أدوه أسكال هذا هاي أو جناس أو هذا يسيد أو ودن كلو هذا يسيد ما هنا ومن إلى يكون دري مرك مكان إلى هاي حرمي مكان إلى هاي ما ركتي وفضل ويا لا بأديسة مرك إنسان كل مكمل ملك هذا هيو دنيه سيورع أنا يا قرتي خرج بقولين ليا أنت أصلاً رشة نورن ما ركتي واحد نبغى عندنا كلامها عادنا العق لغبي أو كلها مرك هذا حاول ما وحنا كلاهين وإلهي بعيد دري كريئة هي كاتهاي بخرج قليل ليسا وهذا تجد قوسنا ليسا أكو تلا قليسا كلام يصير كلام حاويان زمن كإلهي ونوح ديدي إن لقوا عبادة يستو وزمن كلا فضيلة أيضاً أيام فضيلة إلا مثلا مكان كحرمين كإلا هذا وأمر إلهي معي لي حرمين كبل إلهي فضيلي وإلهي كرامي وي كلام يصير تنكلا وقت قال حجنا يا مركز ما هلا بلها حجك وعيميه تعيد ولا الحج أشهر معلومات حجك بلا لا يقانه أي الحجية مركا بيش الشوال إذا القعدة إذا الحجة كلا بركة ظهرة وما بركة ظهرة أي الحجنا يا مركا وقت قاس معين كأه إلا حجيو ووقت قاس ما أعرف اللي قلته أو ماله النلاط المامي هذي ضواف كيهين هذي سعي بين الصفا والمروة كيهين هذي ميناء والدقة والجو يدرب العيتهاي هذي معتها مزدلفة ذاتها عرفوا ما أرد للدقة هي كل جاي ماله الله سبحانه وتعالى والنوع استهيي وإله النلاط المامي والنبي صلى الله عليه وسلم أنك قضينا إنه أيام سمينا إنه مركا وفق مسلمك وأمر إلهي قاطع وما له إلهي أدرى هذا هي وما له إلهي وبركة قلي هذا هي زمان كإله سبحانه وتعالى وأستيي هذا هي قلت بعلاقة فائدة سنية كو مركت أصم عنه يدو يهي أنقو دينتا ما أرقتي ماشي فضيلة يسو ماشي إتلمام يسو وحنقى الشقة ذي النماح وقفق أصم سمين كو خير مليد قلتي دادو حاجر رنتي عن خردمة سيد الشيعة أو كله وقرن لي محاكو رقبرق علي بن أبي طالب أما قبرق حسين ما ركتي إلا آذه حيانا كلمة حج بحتى استعمالان إلا حجيه قبرق حسين أما كربلاء لطقو ما قرتي وشيء وشيء في عمل كليين حاول دليله دليل ما له محايا لين قصة على بن أبي طالب وصحابي اللي يقانو حسين ومحاكو رها وياهي أصلا ما رنتين فضل بدن وياهي هذا لما شيء كحاجة عليهم كأسيين إن الكرامة لا يضحي عاد لما الشيء جيسه حديثنا ما هو شيء هو الشيء هاي إذا كده إن مرك اللي آذه أو لوق أستعيدنا وحكوا له الشيء جيه لم يجران بقى ولذلك أنا مرة بنتجي معه مرك أنا عن علاقة شوي أيام تجي معه كورة أي شيء أنا كربلاء أنا قبر حسين وحكوا قرن قف كي زوجي أرتاح قبر حسين سيدي إنه حجية أو كلا بيعلم التح أنتي ور عادو خطروي ود أرنتي عادو خطروي معايا لي ما أرد عن حج كبيت كله بس كله بس كله ماشان أضن إلى حسين لي لا وكأسين يعي حج من نقنا إن بيت كله لا رسمه أنتي ود ما أرتي وملك دعوي ويا أرنتي مركو حويان أنا مسلمين أهان قارد قار عندك أهل السنة آه وروس عصر كود يانا يا والصحابة كود يانا ياي وين سكير عليان إن دين تأي بالبدلان أما الدين تأي كدرة وحكم إذا حين وقرأ مسجد مركز زمن كحرمة قال أنا قم حديث كرنو مكان كمارك تفضل قال أنا قم حديث كرنو مكان كأي زمن كفضل قال لفتيسة وحلا صمين يمحيهن حتى ما حديث كرنو أو مارك تي محاك ورا كعبضة إيوه حرمين كلا هذا وحلا قص صمين يا واحد ذنوي كعبضة طواف كاس أي على قط على قري ولا قارته بركة ولقوا الضوافي كراه مجرد مجرده ونوي صلى الله عليه وسلم مسجد كيسة مسجد فضل بضان ويهي ودرجين فربان بلقيها لا وفضل بضان بوليهي لكن طواف لو متها لقلين وقرم يسيد مركة وحاوهيان يعني عمارك الدين تينو
وكل سن وحي الهي كامر سبحانه وتعالى سماء وقتي لو امري سماء سيدي لو امري وسماء ماشي لو امرنا سماء كسماء مارت بعد رتي حوي تاسنا مارت حجك ايا عن برايا حجك كلو مارت وموجنيا ام عشر ويهي موجنتا باذن مدى مسلمين تا مسلمين تا من مدى وذا ما هي كم مغطو حجك ايا كاملة عند كورسا خلقت سلاد الإنسان كي نهدي سكوت جوكته سكرة مزيد لكن ما كل سكوت إيمان ريا وملايين ده سكوت إيمان ريا كلا نوع نوعها ونبا أمير كي إيمان ريا وما ركته كلا قبيلة كلا قبيلة كلا وضع ما سكرة مزيد لكن هذانا سكوت هل كلمة كل واقع هي لبيك اللهم لبيك أرون هي سكوت صلاة تكون هي سكوت مال ما أرتع كنت وافرن تحويان من نبذ وذا دين تمدعة أي مشنسة سيدو كلا حجكو حنا برايا ملولي في جلينيا وارتني مضى دفق مسلمين تاعي إيه وليهين وحيالا كلا جينيا هذاي مدى بتاعي هذاي تاعي نقالة إيه كنا فقيرة إيه كنا غنية إيه كنا مضحى تاعي وحرم ما بارس كده جايا هل درب على صوت قشمة يا كي فقير كها كي غنية كي مضحى ضها كي عادية كي محوينها كي بقر كها مضي ولن لبقوا على عد أيها الله والحمد لله يا رسول الله مكرمتنا سمنا هاي وإلى أتي سلوك سمنا هاي أين بريسة سيدو كلا حتشكو حونا برايا أمرونتي محاكورا ونقولي رجالين هيا إن صبرك لبرته ولسكت القاطه وما دام لبدايا هاي ماشا مري سيد بحليريا ماشا سيحانا سيد بحليريا انتظي العون هيا عليريا بس كي الراعة هي أيا عليريا عليريا رونتي مالك ستوسك عليري مالك إن لسكو صبرو ولا سكوت القاطع أي حد كنا برا هي شذو كلا عن حد كوا حوي وحنا لو كذي إلى سبحانه وتعالى إن برا إنه دعاء عن برا إنه سجارة حياة مال فضل الله جوكتها مال زمن فضل الله أيه جوكتها بركب دعاء ولا بدي أيه رنتي عن حد كوا برا هي إن ما ركث لسكو أحسن فله أيه عن حد كوا برا هي أيوة يعني خوف كما دام باهدو بضانتا هاي عليلوكو بدايا هاي غوف ملكو دعا هاي غوف ملكو كفا هاي غوف معركتي حتى اللوم هاي انقريني ماشي ودقناء باجيري كرا مركا إلا سعاوية رمتي بحاجة القبران هاي مركا عشرة داس ونرشينا مركا أونسون نقول ايو بضانتا هاي بحاجة نبريا بارك الله فيك صديقة الشيخ مركا دردارن كي نكو آدن ضدك أما حاجة الصومالية سنة كان سودوني إنه حاجي حاطوا دار دار ملاي. رنتي عقوفك حاجة وما أرتع حجنا هي يعني دار دار دارم أيام كل دار دار من أكو أرد عقوفك إنه الله كعبسي ما أرتي ونيسته أما ك الله كعبس ولي ما ذو فلو بهن جاي عقوفك إنه قبل الله والتوبت بيتك إلهي بأعز سبحانه وتعالى بيتك لزيارة نساء عمل في عمل جليسة مرك أذو نظيفة أو توبت كيني وإلى سبحانه وتعالى كحرمي أما كحرمك إلهي أذو الزيادية وارتبع له بانية كو أذو أوحي ما رتضت إيه كورا هايين أما الدين أما وحكرا يعني إسكا حليي بلغة بانية إذا محاكورا يعني حاج سيد لكن أذو إلهي سبحانه وتعالى ما رت محاكورا التوبت كيني أنا إيمانينين إذا كنا معاملات الدين تود إكادة بقينا نيان شيء مناسب معه. مثل هذا حاوية قف إنه كحجيو عن حول حلال أو لسكه بيو ولو بهية. هذه حول إذا حلال عين قف كاس مع غرت لبتون يو نواقة يو لبيك اللهم له حكوا عد عن مارتي حديث قال كيد مركو يلا قف كل لبيك اللهم لبيك أصو حول حلال وطة أنا كحجينا يا حق إله حلاق أرون هيا لا لبيك ولا سعديك لقى ميلين لبيك هذا لقى ميلين وركع الله ما أقبل بال ليه محيي لي نفقد هذا يجس عنك هذا يوحى وروى حاران مركا حق جيران من جيران هذا أرون هيا إذن كلا قفكم مارجع عن حجنا هيا وإن حج كيس ولله كيه وسن كأهين دفكا لنا كراعيه ما كوراها ما حاجة هلو جراها إيو كضي شضا إيو هبل أو كلب حجي يحصل لن إذا سكدها وإيه وإنو حاجكو هذا
لون يستا على أدوانشو يطاعد إله سبحانه وتعالى الله بدينا إياه وقفك أجر إله وكرمه وأنا كنت أدار منا وقفك محكورة حج جاهي إنه حج كيسا ولا صفره أما لا نولاد أما لا حجيه تذبنا أكسن وأخياره ودينة علم أوله فمهم جدا ما ركتي وقفك محكورة تذبنا أكسده ودد كاس وكل قدر صار رباه سحج كا وكو في عنا أذكو وكو أنصح الله بو دادو بناكسان أنا حباك أنا معاسي سمينينين وحبا حبانينين أنا دم بقرينين وين الرعضة لكن دادهم الرعضة ومحان كوراها مارتي فسق السمين هيا أما مارتي هي سرد قيسان هيا أما مارتي محان مارتي حاران سمين أما دادك حمان هيا أما فرق الدر غارو حاركي سعيدو عرفين الجوكو بفرق الدر سمين هيا ومورتي سياسة يا بوخي يا قبيالة يا عيال الجوغة يا محاكورة لو شاكين يا محاكو إيش شاك عرفوا قالوا حارك أيوة عرف الجوغة سيارك عبا اسكبوا في صنعية تقولون ميسين قالوا حارك أيوة عرف الجوغة ما عرفتي بي بي سي دقيسين يا محاكورة يا محلم بذا بكا عقوفوا ما عرفتي إنو ما عرفتي وقت اسكلوا ميان ماهاني قفكوا إنو كفا إيديستو ومركضت في عام عرفت كنتي وإنو راعة قفكو وإنه علم حج كبرته أنت أنا آذين أحكام تحج كبره أيضا عربي الهلية أيضا في الصومالية وحتى قرآن بالهلية أيضا حتى حضرة الهلية كرا تاسن واجب ويان قف مركو بحما رتي سفر كأحكام تيسي طبعا أذكار تيسا وانقررنا إن شاء الله مركنا كهذا دونا حق أحكام تي حق لك بالله وياي قرما لبس نسائي لبس كإحرام كقرما حرر نسائي سينو مركان إن شاء الله بكال دوم مركان ناس بكون تضارب من بين الله تعالى. وهاج أدبو ماسية هي كاسي وحوها فضيلة الشيخ بشير أحمد صلاد وهجدوميها هي الدعوة لمدى الصوماليين ربي أجري حسنات على سوكو وبكر الله كسيو سيدا وعنا مركا موضوع عسي ديني جاي كوساب صن حج كأي أهمية دولية هي فضل جيسا سيدا وعنا مركا ونوقف فاهي وهاج جودهن داودي البرامج الإسلام كأي بالشدة أنت سأين جعلنا هنا نكسو قبل قبلينه لما داودي عشان نمل باي جوجان وان وما دعلينا برامج كأو حان لنا عفر سما ذي قعوي نستيح عبد الجليل وحان هل كان إذن كبرامج كسعودي ياري هل كان إذن كلا سعود سيني يعني وإبراهيم إبراهيم أزهري تنيو برامج كمل لما ذا أنت نكو كل مدون لما أنت نو سخو دوبا وحين إذن كقتلنا سدا أيوة أمانة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.